لكن تأتي مسألة وهي مسألة فيما لو أن الأب فضل بعض أبنائه فمات هذا الأب، ولما يفضل بعض الأبناء على بعض ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يسوي بين الجميع، مثل ما أعطى هذا يعطي البقية. قال والله ما عندي قدرة، نقول خذ من هذا هذه العطية. تصور لو أنه أعطاه هذه الهدية ولم يأخذها منه ولم يسوي بين الجميع ثم مات، فالعطية الآن بيد من؟ بيد هذا الولد. فهل يملكها؟ بعض فقهاء الحنابلة يقولون بما أن الأب مات وهي في يده فإنه يقبضها وتكون ملكا له، والصحيح أنه لا حق له فيها، ويجب عليه أن يعيدها، والورثة أن يطالبوه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال لا تشهدني على جور، إذن ظلم، والظلم أيجوز للمعطى أن يأخذ هذا الظلم؟ كما أنه محرم على المعطي كذلك على المعطى، لا يجوز أن يتناوله. ولأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهم أمر قيس بن سعد، وكان أبوه قد أعطاه نحلة، وقد ولد لسعد مولود لم يعلم به، وكان قد أعطى قيس، فأمر قيسا أن يرد هذه العطية. فلا يقول والله مثلا، والله وهذا قد يحصل، بعض الناس يقول والله أبي قد أعطاني، وقد يعطيه بعض الناس، يعني قد يعطيه مثلا فلة أو أرض، فلا يجوز. يعني مثل الأرض ليست ما بالنفقة أو مثلا والله مثلا قد يحتاج مثلا هذا الابن مثلا، وهذا يحصل، قد يحتاج هذا الابن مثلا والله بعد الزواج إلى شقة، والأب عنده مثلا شقق، هنا لا يملك هذا الولد الشقة، لا، من ينتفع بها؟ إذا لم يستطع الولد، إذا لم يستطع الولد أنه يدفع أجارا فيعطيه لينتفع بهذه الشقة، ولا يملك هذا الابن هذه الشقة، ولا يملكه بيتا، ولا يملكه أرضا، إلا إن أعطى الجميع فهذا حسن. وهذا أيضا مما يندب له، يعني بعض الآباء يبخل على أولاده في حياته، وهذا المال سيعود إليهم. وهذه لفتة، وهي أن الأب إذا كان ذا سعة من المال، إذا كان ذا سعة من المال ليعطي أولاده وليسوي بينهم وليعدل بينهم، إذا كان ذا مال وصاحب عقارات وما شابه ذلك ليعطهم حتى يفرحوا بها ويسعدوا وترفع الحاجة عنهم لتسعد قلوبهم بهذا الأمر. وفي المقابل انتبه، وهذه وقعت وأحداث وقعت، يأتي الأب ويوزع كل ما لديه على الأبناء والبنات، ثم إذا به يصبح فقيرا معدما، هو يحسن الظن بهم. فمثل هذا ولو أجاز الشرع يجوز أن تقسم مالك الموجود، يجوز أن تقسمه بين أولادك في حال حياتك، يجوز ولو لم يبقى لك ريال واحد، لكن أنت لا تفعل، ولذلك لم يستحبه الفقهاء. الجواز يجوز لكن لا تفعل. لما؟ لأنك لا تدري ما العاقبة، بل إن هناك أحداثا وقعت وسئلت عنها، من أن بعض الآباء كان صاحب غنى، فلما قسم جميع ماله لا يوجد في ثوبه 10 ريالات. إذن التوازن، يعني لا تصبح بخيلا، أعطي أبنائك وساوي بينهم وأكرمهم بما لا يضر بك، وأيضا لا تعطيهم كل شيء فتندم، كما قال عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك
ولا تبسطها كل البسط. مغلولة يعني كناية عن ماذا؟ البخل. ولا تبسطها كل البسط، ها العاقبة فتقعد ملوما محسورا، ملوما باعتبار أنك لم تنفق، محسورا باعتبار أنك بسطت كل البسط فلم يبق لك شيء، فجعلت الحسرة في قلبك. وإن مسكت لمت. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.